تسمع جديد وما يفيد في يوم سعيد. إن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيام. هذا يوم سعيد، مواصلين معاكم متابعاتنا وفقراتنا وأجزائنا، هذا الجزء الثاني من برنامجنا، مواصلين معاكم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية في متابعة لموضوع هو شغل الشغل برشة توينسة. حديث اليوم على الصف الطويل العريض قدام الكوشة، شنو اللي قاعد يصير اليوم؟ زاد حديث على أنه صفيقس بلا خبز أيامات العيد، زاد فما حديث على الجهات الساحلية اللي تشهد توافد السياح وإلا توافد الزوار والمصطفين في الصيف. دونك اليوم فما توازن في العرض والطلب على مستوى الخبز، انا نحكي بالتحديد. للتفاصيل واكثر يوافينا بها سي محمد الجمالي، رئيس المجمع المهني للمخابز العصريه بكونكت. نهارك زين سيدي، مرحبا. نهارك طيب، شكرا على الاستضافه. مرحبا سي محمد. يبدو لي انتم جايين لتونس، فما لقاءات ومشاورات، هل الأمور اللي تهم توزيع الخبز والمخابز بخير وإلا ليه نحكيه فيها اليوم؟ لا، اليوم نحكيه على قطاع مهمش، معناها بما تحمل الكلمة، معنا اليوم نحكيه على مستقبل غامض، نحكيه على غدوة معناش خبز، نحكيه على اليوم مخابز مسكرة، نحكيه على ما عدم معناها توفر مادة فرينة وسميد اليوم، معناها نحكيه على سيتياسيون ما هيش بالكل، نحكيه على وضعية في السواق. بلاد معناها عندها خاصيات في العيد اللي هي تخدم الخبز، معناها سبيسيال عيد اليوم ما نتحصلوش على تراخيص، بالرغم اللي احنا عندنا معناها عندنا قداش نجريو على التراخيص هذية، وحتى كي تسند التراخيص هذية تسند الى معناها مخابز بعينها، فما محبة كبيرة اليوم. معناها احنا اليوم كقطاع خبز في البلاد اليوم احنا نعانيو في الامرين. المشكله في اسناد الرخص والا في على مستوى توزيع الماده، معناها هنا كمواطن عادي نقول شنو هي الداعي اليوم من فتح مخابز جديده والخبز ما فماش ولا الماده الاوليه ما فماش؟ بالنسبه للساقس اليوم عندهم مشكله في التراخيص، معناها تصنف التراخيص مؤقته في صناعه الخبز العيد، على خاطر هو في خاصيات معناها لا تستجيب للخبز المدعم ولا للخبز اللي نخدموا فيه احنا. اي سبيسيال عيد. اي خاص. اي معناها الظرف نتاع 24 ساعه يخدموا الساقسيه، معناها جرت العاده كذا منذ سنين، فهمت؟ وعلاش لازم الترخيص سي محمد؟ على خاطر كما قلت لك معناها ما فيهوش مقومات الخبز، معناها ميزان ما فماش في القانون صفات، فهمت كيفاش؟ معناها ستامبان سبيسيال الا يدخل في خانه سبيسيال، حتى في الميزان ميزانه فوق زوج كيلو وثلاثة كيلو، معناها فهمت؟ حتى في القانون معناش احنا في الميزان هذاك، هاكا حاجة اكسبشنال 24 ساعة وتمشي على روحها، معناها فهمت؟ يلزم ترخيص سبيسيال. باهي إلى حد الآن مازالوا ما خذوش ترخيص. ما فما حد شيء، وحتى إذا وحتى معناها الإشكالية كونه تسند التراخيص هذه للمخابز المدعمة بعينها، ما تفهمش علاش وقت اللي هما زادة ما عندهمش الحق باش يخدموه، فهمت؟ فما محاباه في الجانب هذايا. ولكن هنا انت سي محمد نعرف اللي انت رئيس المجمع المهني للمخابز العصريه مش المخابز المدعمه، ولكن هنا معناها هل انه الازمه نتاع الفارينه والمواد الاوليه السميد والفارينه ازمه عامه والا تخص فقط المخابز العصريه؟ تخص فقط المخابز العصريه. معناها في المخابز المدعمه نلقاه في الخبز، هاني نلقى في صف، هنا كي نبدا جايه مع الخمسه نتاع الصباح صف. هو الحقيقه معناها هاني باش نقول لك يعني خطر على علم بكل ما يدور، معناها اليوم هو الازمه التامه عامه، ولكن فما ناس يلزم يخرج الاعلام ويقول لك لا الامور باهيه واحنا عندنا تزود، ولا هو مش صحيح. احنا اليوم عندنا نقص كبير، خاطر نقص يصير عندنا الكل، ولكن احنا اليوم نحكيوا على رواحنا كمخابز عصريه، احنا اليوم معناها عندنا نقص فادح، عندنا ناس مسكره اليوم كريمه وما رجعتش تخدم عندها شهر، عندنا ناس معناها تخدم اليوم غدوه تسكر، عندنا ناس ما عندهاش معناها فيزيون تاع خدمه تاع نهارين ثلاثه، احنا اليوم معناها قعدنا في صفوف طويله قدام، فما الموظف اليوم اذا ما ياخذش الخبز من الصباح ما عادش يخلط عليه العشيه. اي وهو كذلك حتى انا كي نبدا جاي الصباح ناخذ الخبز نتاعي باش نفطر به ولا نتعشى به. صحيح، مش اللي نقولوا اليوم الموضوع هذا، ولكن الحقيقه اليوم هي اللي تحكي عن الموضوع هذا في ظل كونه اليوم ما عندناش في سلطه الاشراف حتى حد يخرج يقول معناها اش فما واش ما فماش واللي يتواصل معنا. احنا اليوم طالعين، انا نعطيك اليوم سكوب، احنا اليوم توا حاليا جايين من جهات الكل ممثلين عن الجهات، مش الجهات الممثلين عن الجهات جايين اليوم، معناها رؤساء الغرف الجهويه الكل تابعين الكونيكت من سيدي بوزيد ومن بنزرت ومن جندوبه ومن تونس ومن مستير ومن سوسه ومن الجهات الكل، احنا اليوم طالعين
فماش ما نلقاو مع شكون نتواصلوا اليوم على خاطر احنا راسلناهم. وين ماشيين انتم؟ وين الوجهه؟ هما وزاره التجاره. ايه؟ فماش ما نلقاو اليوم معناها رؤيه ولا حلول ولا يقولوا لنا، معناها خاطر احنا اليوم عندنا خدمه 3-4 أيام وماشيين للتسكير، معناش خدمه قاعدين نعانيو. معناها اليوم داخلين على الصيف، احنا وبريود نتاع الصيف، وانت تعرف خاصيات المناطق السياحيه الساحليه، احنا في الاصل الكميات هذه ما تكفيناش، نورمالمون ناخذوا كميات اضافيه، احنا اليوم حتى كميات العطيوهان هما في كوتا ماناش قاعدين ناخذوا فيهم. معناها فهمت، يحكيوا على موسم سياحي مش ينجح في امتياز وش يدخل ديفيز البلاد باش من غير خبز ما نعرفوش. اليوم كما تعرف مازال ما انطلقش الموسم في ذروته، في ظل كونه مازلنا احنا نستناو في باك ونستناو في نيفيام، وقت اللي توفى الامتحانات تولي فما ريزرفاسيون وتولي فما العباد تجي من مناطق داخليه مناطق ساحليه. اليوم كل هذا والعروسات والدنيا، وانت تعرف زاده في الصيف كون الكونسومسيون نتاع الخبز تزيد على خاطر الدنيا تسخن، بطبيعتها المواطن التونسي ما عادش ياكل معناها الحاجات المبكره. قلت لي عندكم كميه نتاع 4 أيام فقط. احنا فما ناس اليوم تخدم وغدوه تسكر. فهمت كي. فما ناس احنا عندنا اليوم مسكره، فما ناس عندها شهر مسكره، فما ناس معناها هذا كل اللي خلق الازمه. واحد. في ظل تجاهل تام انا نقول لك تام من السلطه للموضوع هذايا، ما فما حتى شيء. مع حفظ الملاحظه هذه عسى انكم تلقاوا اليوم حلول سي محمد وانتم جايين لوزاره التجاره. ان شاء الله احنا اليوم يقبلونا ويحكيوا معنا، معناها فهمت، ونلقاو مع شكون نتحدثوا ونلقاو معناها ارضيه فهمت باش نجموا نتواصلوا. تعرف اليوم المسؤول في جهه والمواطن في جهه وصاحب القطاع في جهه ومشتتين احنا اليوم. ان شاء الله ان ناخذ تفاصيل معاك علاش ليه غدوه نتبعوا الحكايه هذه الخبز اليومي اللي يهم الحياه اليوميه للمواطن. نحب نشكرك برشا في كل مره اللي تلبيت الدعوه سي محمد الجمالي رئيس المجمع المهني للمخابز العصريه بيكونكت. هما اليوم جايين تقريبا رؤساء الغرف الجهويه للمخابز العصريه من كل الجهات، جاي اليوم باش تلتقي ممثلين عن وزاره التجاره للبحث والتباحث بشان الأزمة هذه اللي تخص المواد الأولية لصناعة الخبز. لهنا يتحدث سي محمد على كمية الفرينة والسميد اللي لا تفي بالغرض، وفما مخابز تخدم اليوم وغدوة تغلق أبوابها. على كل حال نأمل أنه يكون فما حل، ولما لا غدوة نتابعوا الموضوع هذا. فاصل ولا نعود في بقية متابعة.